أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت هيئة الهلال الأحمر اليوم الخميس ولمدة 3 أيام حملة قلوبنا مع أهل الشام لدعم وإغاثة اللاجئين السوريين من موجة البرد القارص. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ بداية الأزمة في سوريا أولت قضية اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري كل الاهتمام الواجب على الشقيق تجاه شقيقه في محنته. وقال سموه إنه بتوجيهات سامية من قيادة الدولة تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإغاثة اللاجئين السوريين، فأقامت المخيمات وأنشأت المستشفيات الميدانية وقدمت مئات الأطنان من المواد الغذائية ومواد الإيواء والأدوية والتجهيزات المعيشية الأخرى لتوفير الحياة الكريمة لأشقائنا اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم. وأضاف سموه اليوم ونظرا لموجة الشتاء القارصة والأمطار والثلوج التي أغرقت مخيمات اللاجئين وفاقمت من محنتهم وخاصة بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن، لا يسع دولة الإمارات أن تقف مكتوفة الأيدي، بل استجابت قيادتها إلى نداء الواجب الإنساني لإغاثة الأشقاء وتخفيف معاناتهم. وأكد سموه أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهي تنظم هذه الحملة بالشراكة مع أجهزة الإعلام في الدولة لا تهيب بكل أبناء الوطن والمقيمين التجاوب معها وتقديم ما يستطيعون لإغاثتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها حاليا.